اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم وأبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل الطاعة، ويعافى ويهدى فيه أهل المعصية. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة يا ذا الفضل والمنة. اللهم كل إخواننا المستضعفين والمشردين واللاجئين في كل مكان، اللهم كلهم في بلاد الشام وفي بورما وفي كل مكان. اللهم أنزل عليهم من النصر والتمكين أضعاف أضعاف ما نزل عليهم من البلاء. اللهم كلهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بلاد الحرمين وبلاد المسلمين بسوء أو فتنة أو تفجير أو تكفير أو تشويه، اللهم فرد كيده في نحره، واجعل كيده تدميره يا قوي يا عزيز. اللهم وأرنا فيه عجائب قدرتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك. اللهم وكن له عونا في كل ما أهمه، واجمع به كلمة الأمة، وانصر به الكتاب والسنة يا ذا الفضل والمنة. اللهم وفقه ونائبيه وأعوانه لكل ما تحب وترضى، ولكل ما فيه صلاح وعز ونصر وتمكين للإسلام والمسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، اللهم كل إخواننا المرابطين على ثغورنا، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك. اللهم إنا نسألك أن تكون
يكون لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم خص منهم الآباء والأمهات برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا وربنا هدأت العيون وهجعت الجفون وغارت النجوم وأنت حي قيوم. هذه أيدينا لم ترفع لغيرك وهذه جباهنا لم تسجد لسواك. نطرق بابك ونستمطر رحمتك. ها نحن ببابك واقفون ولجناتك راجون ولجناتك راجون ومن عذابك مشفقون. إلهنا وربنا جئنا ببابك مذنبين فارحم ضعفنا يا الله وجئنا ببابك تائبين فتب علينا يا الله وجئنا ببابك مستغفرين فاغفر لنا يا الله. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم جواد تحب العفو فاعف عنا. اللهم اكتبنا من عتقائك من النار. اللهم واختم لنا شهر رمضان بغفرانك وبالعتق من نيرانك واكتبنا فيه ممن صامه وقامه وقام ليلة القدر إيمانا واحتسابا واكتبنا فيه من عبادك المقبولين ولا تجعلنا فيه من عبادك المردودين الخاسرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة في حياة رغيدة. اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثل هذا الشهر فبارك لنا فيه وإن قضيت بقطع آجالنا وما يحول بيننا وبينه فأحسن الخلافة على باقينا واجعل الموعد جنات النعيم واجعل الموعد جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.